السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الزنك من العناصر المهمة جدا للرجال والنساء والأطفال وكبار السن كمان. هقول لك دلوقتي على أهم 10 فوائد للزنك من النهاردة. مفيش حد من الرجال هيبطل ياخد زنك. الزنك بيقلل خطر الإصابة بسرطان البروستاتا ويقوي العضلات ويحسن الصحة الجنسية ويزود مستويات هرمون التستوستيرون في الدم، يقلل خطر الإصابة بتصلب الشرايين ويقلل خطر الإصابة بأمراض الشريان التاجي واعتلال عضلة القلب. الزنك بيحسن المزاج ويقوي الذاكرة ويزيد قدرة الاستيعاب، بيحمي من أمراض الدماغ الخطيرة زي الفصام ونوبات الصرع، بيحسن حالة الحيوانات المنوية ويزود سرعتها، وكمان بيساعد في عمل هرمون الغدة الدرقية. دي أهم 10 فوائد للزنك للرجال. الزنك برضه مفيد للنساء وفوائده كتيرة جدا، عشان كده هنتكلم عن أهم الفوائد للزنك للنساء. الزنك مهم جدا لنمو الشعر وبيمنع تقصفه وبيمنع تساقطه، بيمنع ظهور حب الشباب والبقع ومشاكل الجلد وعلامات تقدم السن. الزنك ضروري جدا للحوامل لانه مفيد للام ومفيد للجنين، لانه بيحسن مناعه الام وبيحمي من الاصابه بالعدوى داخل الرحم، وبيساعد في انتاج المشيمه وبيعمل على توازن الهرمونات، وبيساعد في نمو خلايا الطفل وانتاج الحمض النووي. الزنك كمان بيساعد في استعاده لون الشعر الاصلي بعد ما الشعر ابيض، علشان كده الزنك مهم جدا يخلصك من الشيب. الزنك بينظم هرمونات الجسم عند السيدات. الزنك مضاد للبكتيريا وينظف البشره من الداخل والخارج، وبيحمي من الالتهابات ويحسن انتاج الكولاجين، وبالتالي بيساعد في الحصول على بشره صافيه. برضو الزنك مفيد جدا للاطفال، وهقول لك على اهم 9 فوائد للزنك للاطفال من النهارده. الامهات ما تبطلش تدي زنك لاطفالها، لان الزنك مهم جدا للنمو الطبيعي للاطفال، وكمان مهم لنمو الاجهزه التناسليه عند الطفل، وبيحسن من جهاز المناعه ويقلل الاصابه بالانفلونزا ويزود الطول ويمنع قصر القامه ويحمي من الاسهال الشديد ويكافح الطفيليات ويخفف الطفح الجلدي، بيساعد في تطوير القدرات العقليه والسلوكيه ويعالج فرط الحركه ونقص الانتباه والطنين ويكافح السعال والبرد وكمان التهابات الاذن. دي اهم فوائد للزنك للاطفال. يبقى كده اتعرفنا عن اهم فوائد الزنك للرجال وللنساء وللحوامل وللاطفال. لو عندك اي سؤال او استفسار بخصوص الموضوع اكتب لنا في التعليقات تحت الفيديو واحنا هنرد عليك. بتمنى يكون الفيديو عجبك وافادك، ولو عجبك ما تنساش لايك وشير للفيديو. بتمنى لكم الصحه والعافيه. كان معاكم دكتور طارق تركي، استشاري جراحه العظام والعنايه بالقدم والقدم السكري. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.